السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي في هذا الدرس عن الميني باتش جريدينت ديسنت. طبعا هو من ضمن التكنيكس المتبعة لتحسين خوارزميات التعلم في الشبكات العصبية. طبعا مقارنة الباتش مع الميني باتش، في عنا أسلوبين. الباتش إنه أنا عندي الإكس والواي. الإكس هي عبارة عن فيكتور بيحتوي على كل التريننج اكزامبلز كلها دفعة واحدة، تمام. والميني باتش إنه بيتم تقسيم التريننج اكزامبلز لأجزاء، كل جزء ممكن إنه أعبر عنه بهذا الرمز باستخدام السوبر سكريبت إشارة المجموعة بهذا الشكل، بالإضافة لاستخدام الرمز T. طبعا هذا الكلام للإكس والواي. خلينا نشوف كيف ممكن نعمل له فورميليشن، وليش انه احنا ممكن نستخدم الميني باتش في الجريدينت ديسنت الجوريثم بدل استخدام الباتش. يعني سو فار او لغايه الان احنا الشرح اللي احنا شرحناه كانت انه الطريقه انه احنا بنستخدم الباتش. في الباتش انه بيتم حساب الجريدينت بعد تمرير كل تريننج examples، وبعدين بيتم الحساب الكوست لهم كلهم، وبعدين بيتم عمل ابديت للويتس بناء على يعني الجريدينت المحسوب، وهكذا يعني. اما في الميني باتش في هذه الحاله انه بيتم تقسيم الداتا سيت، اللي بدي افترض انه انا في عندي داتا سيت مكونه من 5 مليون example، تمام. فبالتالي انه طريقة تقسيمها انه لا يعقل انه بعد 5 مليون، وهذا الكلام انه السيناريو وارد جدا في البيج داتا، لا يعقل انه بعد ما امر على 5 مليون تريننج اكزامبل انه يصير حساب لللوس ويتم حساب لل يعني ابديت للويتس. فبالتالي انه ممكن انه احنا نحدد انه احنا نتعلم بشكل اسرع للتسريع. يعني ممكن انه يتم تقسيم الداتا سيت ل 1000 باتش، كل باتش مكون من يعني او العكس يعني 5000 باتش، كل باتش مكون من 1000 تريننج اكزامبل. ففي هذه الحاله انه اكس هذا عباره عن ماتريكس مثل ما حكينا انه ان في ام، أم عدد التريننج إكزامبل، والان هي عبارة عن عدد المتغيرات أنا عندي، تمام. فبالتالي إنه هاي إكس واحد اثنين ثلاثة لغاية 1000، فهذا الإندكس تبع التريننج إكزامبلز، فهذا الإندكس تبع التريننج إكزامبل، فهذا الباتش الأولى، تمام. فالباتش الأولى زي ما أنتم شايفين هنا أنا في عندي قوس مجموعة بهذا الشكل، تمام. هذه الباتش الأولى الدايمنشن تبعها ان، عدد المتغيرات في 1000، اول تريننج اكزامبل. فبالتالي الانديسيز انا عندي لتريننج اكزامبل من اكس 1 لغايه 1000. بعدين التقسيمه الثانيه من 1001، تمام، لغايه 2000. التقسيمه الثالثه من 2001 لغايه 3000، وهكذا لغايه لما اصل للام. فهذه تعتبر انه الباتش الاولى. هذا الباتش الثاني كلهم نفس الدايمنشن ان في 1000، ان في 1000 لغايه لما نصل للباتش 5000، واللي الدايمنشن تبعها كذلك نفس الشيء. والواي كذلك حتكون نفس الشيء، يعني بس انه هنا انه الواي هي عباره عن متغير واحد، فحيكون انه 1 في ام اللي هو عدد التريننج اكزامبل، حيتم تقسيمها بنفس الطريقه بالضبط. وهنا حتكون الدايمنشن 1 في 1000، هنا 1 في 1000 الباتش الثانية مثل الباتش الأولى، وهنا الباتش 5000 حتكون 1 في 1000 بهذه الكيفية، تمام. فبالتالي إنه بيتم يعني الشغل على في التدريب على شكل باتشز. فحنشوف كيف إنه يعني كيف الألغوريثم إن هو راح يتغير. يعني راح تنضاف هنا أنا عندي لوب for t اللي هو الباتش بتساوي 1 لغاية 5000، بمر على كل باتش
باتش. في كل باتش بمر على كل تريننج اكزامبل، تمام، ببدأ بحسب الزي والاي، تمام، وبعدين بحسب كومبيوت للجي لهذا الباتش فقط. يعني الفكرة هنا انه انا بحسب الجي هنا للباتش، للميني باتش هذا، بدل ما انه انتظر امر على الخمسة مليون واحسب اللوس هنا. طبعا المعادلة تبعت اللوس عندي واحد على ام، الام هنا عندي السايز تبع الميني باتش هو 1000، وهنا هو السميشن من واحد بتساوي من اي بتساوي واحد لغاية ال اللي هو حاصل الفرق بين ال predicted وال true y. طبعا هنا هذا الترم هو عبارة عن ال second ال L2 normalization، واللي حكينا عنه سابقا انه ايش الهدف تبعه، انه عشان نعمل prevention، يعني احد الاساليب المتبعة لمنع ال overfitting، واللي بتساوي اللامدا على 2 ضرب 1000 اللي هو السايز تبع الميني باتش، وهذا هو اللي هو الويت انه انا بعملها تربيع، يعني هذا السكند نورم لمصفوفة الويتس، تمام. بعدين بعمل باك بروبوجيت، بعمل ابديت للويتس بناء على الويت الجديدة هذه اللي احنا حسبناها بناء على الجيل اللي احنا حسبناها، فبالتالي انه W الجديدة بتساوي W القديمة زائد الألفا دلتا W، والبي الجديدة بتساوي بي زائد ألفا دي دبليو دي دي بي، تمام. فهذه تعتبر انه وان ايبوك او وان باس على ترو ذا تريننج سيت، وبضلني انه انا اكرر هذا الكلام لغاية لما اخلص كل الباتشز. طبعا بدنا نفهم ليش انه انا ممكن استخدم الميني باتش ممكن يكون افضل. طبعا في الباتش الجوريثم زي ما اتفقنا انه انا بمر على كل تريننج اكزامبلز وبعدين بحسب اللوس وبعمل ابديت للويت على هذا الاطار. طبعا بعد المرور على كل تريننج اكزامبل طبيعي جدا انه الكوست او اللوس او الايرور انه يقل في كل اتريشن، فبالتالي انه شكل المنحنى بيكون بهذا الشكل فعليا يعني. فهذا بالباتش gradient descent، لكن في الميني باتش فعليا انه كل باتش ممكن يكون الايرور مش بالضرورة انه هو يقل بمقدار ثابت، يعني ممكن انه في باتش معينة انه يقل الايرور بشكل كتير كبير، الباتش اللي بعدها انه يرتفع شوية، لكن بشكل عام المنحنى بيكون نازل تبع اللوس بهذا الشكل يعني. عشان كده يعني حنشوف فيما بعد كيف ممكن نعمل averaging لهذا المنحنى، فبالتالي انه هذا يعني اللوس تبع الميني باتش انه بيكون في oscillation او تذبذب يعني نوعا ما، لانه زي ما اتفقنا انه ممكن يكون اللوس في باتش معينة اعلى او اقل من اللوس في باتش تانية، مش زي الباتش gradient algorithm انه دائما بقل، لانه انا بيكون انا يعني عملت ابديت للويتس بعد ما مريت على كل التريننج اكزامبلز. طبعا اختيار الميني باتش سايز، يعني اذا كان الميني باتش سايز اخترته انه يكون ام اللي هو عدد التريننج اكزامبل، فبالتالي انه هذه الخوارزميه هي الباتش جريديانت ديسنت اللي احنا درسناها لغايه الان، فبالتالي انه الاكس واحد والواي واحد هي نفسها الاكس والواي، بتتكون انا عندي من باتش من ميني باتش واحده بهذا الشكل، تمام. اما اذا اخترنا انه الميني باتش سايز انه يكون واحد، معنى ذلك انه كل ميني باتش تحتوي على فقط one training example، فحيتحول الالجوريثم لستوكاستيك جريدينت ديسنت، معنى ذلك انه انا بعمل ابديت بعد المرور على كل training example تحديدا. طبعا هذه العملية مرهقة جدا يعني، ف يعني هذه التركيبة او هذه التوليفة من طريقة update للweights هي stochastic gradient descent. طبعا بدنا نشوف اثر هذا الكلام كيف انه احنا بنقترب للمينيموم ايرور. طبعا اللي stochastic gradient descent انه شكل
التنقل بيكون بهذا الشكل، بشكل ستيكوستيك أو بشكل عشوائي بدرجة كتير كتير كبيرة. معنى ذلك إنه دايركشن ممكن يكون في هذا الاتجاه، بعد هيك ممكن يكون هيك، بعد هيك ممكن أرجع بهذا الاتجاه. فبالتالي إنه بحتاج لستيب طويلة جدا جدا لغاية لما أصل للإيرور، تمام؟ فبالتالي انه بيفقد السبيد اب بشكل كتير كبير، لانه فعليا الابديت انا عندي للويتش بيكون بعد كل تريننج اكزامبل، ومش بالضروره انه يكون هذا الابديت هو فعلا الكوركت ويت، او الويت كوركشن مش بالضروره انه يكون كوركشن صحيح. لكن بعد ما انه امر على كل يعني التريننج اكزامبل، وهذه هي الباتش جريديان ديسنت واللي هي بهذا اللون، تمام، حتشوفوا انه هي افضل طريقة اللي هي بصل بشكل دايركت لأدنى نقطة انا عندي، او اقل ايرور انا عندي في الويتس اللي بيؤدي لاقل ايرور، تمام. ولكن انه المشكلة تبعتها انه هي بتاخد يعني فترة طويلة لكل iteration، وخاصة لما يكون انا عندي عدد التريننج examples كتير كتير كبير، تمام. فالحل انه انا استخدم شغلة in between اللي هي mini patch، وأحدد السايز، تمام، والسايز هذا إنه أقسم الـ training example لـ mini patches. كل patch ممكن يكون يعني 1000، أو حنشوف نحكي إيش هو السايز المناسب في هذه الحالة. إنه يعني يعني بسرع للتريننج، راح يكون إنه هو أسرع بكتير من الباتش، تمام، وفي نفس الوقت انه انا بتخلص من العشوائيه اللي موجوده في الاستوكاستيك. فهذا هو يعني افضل اسلوب لتحسين انه انا اعمل اوبتمايزيشن للجريديانت ديسنت الجوريثم. طبعا حجم الباتش سايز لازم انه انا اختاره، يعني اي رقم انه يكون يعني اقل من الام، تمام. فبالتالي انه التيبيكال سايز عاده، يعني طبعا عادة أنا بستخدم الميني باتش سايز إذا كانت إنه يعني إنه يعني حجم الأم زي ما حكينا، أو حجم الترينينج إكزامبل كتير كتير كبير. فبالتالي إنه بكون مناسب إنه أنا أستخدم الميني باتش. الميني باتش عادة السايز أو التيبيكال سايز عادة بيكون مضاعفات، أو يعني 2 مرفوع على قوة معينة، لأنه عشان يكون إنه فت للكمبيوتر، وعشان إنه يعني طريقة العد عندنا في الكمبيوتر في الحاسوب بهذا الشكل يعني. فممكن تكون إنه 64 training example، أو 128، أو 256، أو 512. وفي الحالة اللي إحنا ضربناها سابقا إنه هنا 1000، إنه مش راح تكون 1000 بالضبط، راح تكون 1024 2 10. طبعا الـ يعني هذه التيبيكال اكزامبلز، او يعني التيبيكال ميني باتش المستخدمه. طبعا الشائع استخدامها اكثر شيء ال 512 وال 256، يعني قد يكون في بعض الاحيان انه 128. طبعا بدي اراعي انه يكون الميني باتش سايز انه يعني التريننج اكزامبل يعني في الميني باتش انه تكون فت في الميموري انا عندي. فبالتالي انه هذه شغله كتير مهمه جدا انه انا اخذها بعين الاعتبار، وهذا يعتبر انه هايبر باراميتر انه انا بدي اعمل له تيونينج. فبالتالي انه انا ممكن انا استخدم يعني من التيبيكال ميني باتشز سايزز، يعني لحسن الحظ انه انا ما فيش عندي قيم كثيره 64 128 256 512. اوكي، فهذا بالنسبة للميني باتش، و هنشوف كيف ممكن انه احنا نقلل الاوسيليشن هذا بعد ما ناخد ان شاء الله الاكسبوننشلي ويتد افريجز اللي احنا حنحكي عنها في الفيديو القادم ان شاء الله.